دلوقتي اترقى رتبة الفريق. قال يا جماعة احنا عايزين نكسر حاجز الخوف. ازاي؟ عايزين مجموعة تعدي قناة السويس سباحة. فروحنا عدينا ووصلنا هناك لقينا نقطة القرش، نسفنا النقطة دي وحطينا عليها العلم. بعد كده لما حصلت حرب 73، طبعا انا كنت موجود هنا في سلاح المهندسين في وحدات الاستطلاع ووحدات الكباري. وبعد ما عدينا شرق القناه كان في مجموعه دبابات الاسرائيليه، حصل معركه دبابات اتدمر عازل، دي دبابه اسرائيليه وانا واقف عليها، انا كنت ساعتها برده الرائد، وده زميلي النقيب محسن زهران كان لسه بيزورني امبارح يعني.